حج الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك ذات مرة، وبينما هو يطوف بالبيت رأى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وحذاؤه المقطعة في يده، وعليه ملابس لا تساوي 3 دراهم، فاقترب منه وسلم عليه ثم قال له: يا سالم، ألك إلي حاجة؟ فنظر إليه سالم مستغربا وغاضبا، ثم قال: أما تستحي ونحن في بيته تريد مني أن أرفع حاجتي إلى غيره؟ فظهر على وجه الخليفة الإحراج والخجل، فترك سالما وأكمل طوافه وأخذ يرقبه من بعيد، فلما رآه خارجا من الحرم لحقه وقال له: يا سالم، أبيت أن تعرض علي حاجتك في الحرم؟ فسلني الآن وأنت خارجه. فقال سالم: هل أرفع إليك حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال الخليفة: يا سالم، من حوائج الدنيا، أما حوائج الآخرة فلا يسأل فيها إلا الله. فقال سالم: يا سليمان، والله ما طلبت حاجة من حوائج الدنيا ممن يملك الدنيا، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ عندها دمعت عينا الخليفة سليمان بن عبد الملك. هكذا الدنيا سقطت من أعين العارفين بالله، فما بالنا اليوم نخاصم من أجلها ونصالح من أجلها، نحب لأجلها ونكره لأجلها. سقطت هممنا فأسقطتنا الدنيا في مستنقعها، فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.